في ذات السياق قالت الإخصائية النفسية هدى جمال إن لشهر رمضان المبارك العديد من الفوائد النفسية من خلال الصيام. هناك العديد من الفوائد النفسية اللي نقدر احنا نحصل عليها من الصيام. لعل أهم وأبرز هذه الفوائد إن احنا تكون عندنا القدرة على ضبط النفس وإدارة الوقت، لأن الإنسان مكون من عدة جوانب تشكل شخصيته: الجانب المادي، الجانب العاطفي، الجانب الفكري، والجانب الروحاني. فأول شيء أنا لازم أسوي أو أستغله في هذا الشهر الفضيل أساس أن أنا أحصل الفائدة المرجوة، أن أحط لي أهداف. مثلاً على الصعيد المادي أن أنا أحاول أن أخفف من إدماني على الأكل. على الصعيد خلينا نقول العاطفي أو الاجتماعي، أن أنا مثلاً أحسن من علاقتي مع أحد أفراد العائلة اللي أنا مثلاً عندي بعض المشاكل معه. على الجانب الفكري مثلاً أن أنا أنوي أختم مثلاً القرآن مرة أو مرتين. أيضاً من خلال الختم أن أنا مثلاً أحفظ خلينا نقول 10 آيات من سورة معينة، فأنا حسنت أو نشطت الجانب الفكري أو فعلته في هذا الشهر. أما على الجانب الروحاني فما يخفى علينا أن احنا مثلا تتعمق علاقتنا برب العالمين، وأن احنا نحسن من علاقتنا بحيث أن تعود علينا بالسكينة والاطمئنان.